بتموت كاتبك يا ابني، حدا بيشطب حاله بالشفرة، حد الشفرة بتشطب. لا ما بسكولي يا شرطة، يا شرطة يخرب بيتك، يستر قصدك يا شرطة. لا تعال شوف انا، لا يا شرطة بدي يشطبني يا شرطة، بس على الشفرة بدي يشطبني، وما بدي يخليني كمان لك وقت. لا طولوا بالكم شوي، شو بدك تشطبني بيتك؟ لا في العمى طولوا بالكم، في سوء تفاهم. لا مو قال لك عندك دمات فاز الدين، خلص من يوم بدك تخلص. لك انت كذاب، يستر اختك طلعه برا، كان بدي يشطبني بالشفره. هو لك يستر اختك، تعال شوف الشوفه. شو في يا حبيباتي، شو في يا حبيبي؟ احكي لك كلمتين سراب دخيلك، قال انا كنت بدي شطبه. يا حبيبي الله يرضى عليك، انا شو دخلني؟ انا ما دخلني، لا تبليني الله يستر. لك قولي شو ما دخلها. بعدين انا شو بيعرفني اذا دمات فاز دي ولا مو فاز دي؟ شو انا دكتور يا ابو فهمي؟ قولي لي شو غلط. هي الشباب، هي الشباب موجودين، انا تحركت شي من محلي. ابدا يخرب بيتكم. انا قلت شي يا شباب؟ ابدا ما قلت شي. يخرب بيتكم. ما عزمته انا على كاستين شاي بالعلامه، قلت له سجنوه على حسابه. مزبوط. انا تاخرت لانه هلا صار قدام العصر بخاطر. ما بدنا يا معنا بالمهجر يا جماعة، بكرة بيصفينا واحد واحد. يستر أختك طلعوا برا، ما بيلزمنا هذا. امشي امشي يخرب بيتك. لا ما بدي امشي. اللي بيشوفك بفكرك آدمي، القط بياكل عشاب تهريك مجرم خطير. دفعوا معكم، لا ما بدي امشي يا جماعة. تاكل لك فروج مرتب وعلى كيفك. انا مالي جوعان، بس يعني اذا كان نسبت انا بحبه مسحب. هي مسحب ومشوي وشيش طاووق واللي بدك يا شر. يا امشي لك تطلع معك اللي بياخذ فروج يا صبري. ماما انت بدي ارجع حبيبي. اخ يا ابني هلا برجع حبيبي، نام انت نام. يا خوفي طول كتير هالمرة. الله يصلحك يا أبو فهمي، ليش هيك عملت؟ ماما ليش عم تبكي؟ ما في شي حبيبي، نام تقبرني، بكرة في عندك مدرسة، نام يلا. لك وكله الله يا جماعة، شو بقول انتو؟ لك ما فيكم رحمة لي، طولوا بالكم. تعب تعب. قوم قوم برجعك على الفروجة. استر عضلك، شو ترجعني على الفروج؟ لك ما شفتوني قد ما اكلت صرت كاكي، لك ما سمعتوا مكاكاتي، ما فيكم رحمة انتو. لجوا بلا لحم فاضي. طول طول طول، خليك خليك انسان، خليك انسان يا رجل. قوم خلصني من الانسان. طيب طيب طيب، لوين عقديني لعيوني؟ على المنفردة. من هي المنفردة؟ هلا تتعرف عليها واحدة بتعجبك. لا يستر عضلك، ما بدي اتعرف على حدا، انا عندي فازية بالدنيا، انا مو خرج الشغلات منه. لا هاي غير نغم غير. لك اخي ما بدي اتعرف على حدا انا. وليه؟ وليه شو ها؟ لا شو بسيرته؟ نوم لا شو بسيرته؟ يقطع عمرك وعمره. روح التحش عتختك بشوف، التحش. تمر أغا. ولا قال لك تعال هون شطور يا حبيبي حنوني تعال. يستر عرضك يا أغا. بستين جهنم على أبو فهمي. محينا محي، مسحنا مساح. أنا نسيته. خلاص يا أغا خلاص. من اعترف بذنبه لا ذنب له، عفو. بس وينك؟ نعم. فخورتك بتنام على رجل وحده الليله مثل عصفور. حاضر يا اغا، تصبح على خير. انتهى؟ احيط. حاضر. مساء الورد اغا. شو جد معك ابو مرار؟ قربت رتب لك الطبخه على التمام. ايه لاني جوعان كتير. خسد جوع اغا، اذا مو بكره لبعده بالكتير بتكون الطبخه جاهزه. لازم يكون فيها زفر شوي، الزفر طيب.
هذا ليش حاطينه بالمنفردة؟ عفوا سيدي، هذا من تاني يوم فات فيه على السجن كان رح يشطب واحد. بشو كان بيشطبه؟ بشفرة كانت معه، شافوها الشرطة بإيده. روح جيب لي ملفه بدي اشوفه. عفوا سيدي، هذا ماله ملف. شو قلت؟ معقول؟ نعم سيدي، يعني هذا أول مرة بيفوت فيه على السجن وأنا استغربت مثلك. على كل حال روح جيب لي إياه بدي اشوفه. هاي أول مرة بتمرق معنا هيك حالة. أكيد ماله ملف عنا وماله سابقة؟ أكيد سيدي. روح خليه يجيبوا لي إياه. حاضر، احترامي. غريبة. ضوي على أبو فهمي، ضوي على عدنان صاجات يا حويلة شبابك يا عدنان. تعي يا أبو وزير شوفي جوزك مدفون وهو عايش. يلا اطلع اطلع، خلصنا اطلع. هوري هوري، الحمد لله. في ضوء. انتوا شرطه؟ اي. شو بك؟ كم واحد انتوا؟ اثنين. انا مو بنام. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. يلا امشي خلصنا. الحمد لله يا ربي. لك شو عم تساوي؟ ليش هيك عم تعمل؟ لوين كنت تاخذوني؟ قول له السجن عاوزك. يا لطيف، معناتها اعدى. أنا وعدها؟ لك أنا إذا أنتوا الشرطة جيتوا دفنتوني يوم بالعتمة، مدير السجن حسب معهم ولا بده ياخذني على عدها؟ دفوني على أرضك يا عدها، دفوني على أرضك يا عدها. تفضل. سلام سيدي. شرف. لك اتحرك. رجليك سيدي. وين انت عدنان صاجاتي؟ سيدي والله انا ما عملت شيء، دخلني بهالشغله سيدي، الله وكيلك. هداك قال له لهداك، قال له انت عندك دمات فاسدين، قام هداك راح مد ايده على هذا. طلب منك تحكي شيء؟ انا سالتك عن اسمك وبس. سيدي انا عدنان صاجاتي، انا ابو فهمي سيدي، ابو فهمي. بعجبك انا كثير بعجبك، بس انا يعني حبيت اقول لك اللي صار معنا. لك شو انت ما تفهم؟ بفهم سيدي خلص. قلي لشوف شو محكوميتك؟ لك شو انت عم تجتبها ولا اجدب؟ سيدي انا اجدب اجدب، واذا بدك انا مجنون كمان. مجنون؟ مجنون؟ معك شهاده بهالشيء؟ سيدي لما الواحد لازم حتى يصير مجنون لازم يدرس بمدرسه بياخذ شهاده. بزمتي بصحتي هي اول مره بسمع هالسمعه هي. لا انت التفاهم معك صعب كثير. زياد. نعم سيدي. خذ لي اياه، ركز لي اياه وجيب لي اياه بعدين. حاضر سيدي. يستر عرضك سيدي، لهلا رجلي عم يجعوني من فروج امبارح، دخيلك لا تركزوني سيدي. سيدي الله وكيلك، لك انا ما باذي حدا ولا بعمل شيء لسا. والله سيدي ما بعرف شو بدي اقول لك، دخيلك. ولو بس رحت مضيت عن المدير، الله لا يعطيني عافيه. شو عمر؟ مضيت عن المدير عم جابوني لهون، ما بعمل شيء انا. ليش انت شو بتشتغل؟ أنا سيدي آزم بشتغل بالمديرية، بجيب قهوة وباخذ شاي، يعني هيك رايح جاي. بس صدقني لا بحكي عن حدا ولا بضر حدا ولا شيء، بس أنا سيدي هداك هو قال له عندك دمات فاسدين، قام هداك راح فوت إيده على تمه. لسا بيقول لي دمات فاسدين، وهداك من هو؟ سيدي الآغا تبعكم. الآغا؟ الآغا تبعنا؟ أنو آغا؟ لك مو أنتم معينينه للأبو عنتر آغا عندكم؟ أنا ناقصك؟ شو ما عندي غيرك؟ ولا ناوي تنزعلي نهاري من الصبح؟ سيدي الله وكيلك انا ما دخلني، هني قالوا لي قول له اغا، واذا ما بتقول له اغا بتمك تاكل قتل. سيدي والله عم باكل قتل انا. مين عم يقتلك؟ سيدي كله، الشرطه والمحابيس كله نازلين فيني قتل. والشرطه قالوا لك تقول عنه اغا؟ لا سيدي ايش الكذب؟ حرام بيروح الواحد على النار اذا كذب، الشرطه ما قالوا لي بس المساجين. شوفوا له بدي اياك تحكي لي من وقت ما فتت لهون لهلا وبالتفصيل الممل. انا رح فضي حالي كرمالك اليوم. هات لشوف. احكي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلصتي الطبخه؟ خلصتها وبردتها مرت عمو. حطيتي له اياها؟ حطيت له شوي بعلبه بلاستيك بس بكفوه زياده. اي لا حطيها كلها.
شو بدي اعمل فيها كلها؟ تقبريني هنيك ما في براد بينتزع الاكل. ما رح يضل منها شيء. هي ايه لا شو مفكرة ابو فهمي فجعان لهالدرجة؟ معقولة بدي اكل 7 كيلو محاشي؟ شلون صرت؟ هلا هو رح ياكلها كلها بطعم رفقاته اللي معه مشان يديروا بالهون عليه. يا مرت عمو نحن مسؤولين هلا عن اطعام المساجين. هلا اعملي مثل ما عم بقول لك وخلاص. حاضر مرت عمو امرك. يا على امل شغلي جراح البلبي فوزيه. عم بقول حكم القاضي. الله يخليني هاتي يا مرت عمي وديمك فوق راسنا. الله يجبرك خاطرك على هالجبنه عن خاطر عن الصبح.